عام 24 أبحر منتخب الأوروغواي من مونتي فيديو إلى الألعاب الأولمبية في باريس، وكان أول منتخب أمريكي جنوبي يجول في أوروبا. قصدوا أوروبا لتجربة حظهم، وقدموا للعالم كرة قدم جديدة. حسبوا كرة قدم الأوروغواي كمثل البقية، وليدة اللعبة الإنجليزية، وهذا كان صحيحا. لكن ما حصل في أمريكا الجنوبية أن لكرة القدم البريطانية وليدا لم يرث الكثير عن أهله. وصلوا إلى أوروبا مجهولين تماما، ولاحظ الأوروغوانيون أن أول خصومهم يوغوسلافيا قد أرسلت جواسيس لمراقبة تدريباتهم. أدى لاعبو الأوروغواي فترة تدريبية رهيبة ولم يسجلوا أي هدف، ركلوا الكرات إلى السحب أو أخطأوها وركلوا الأرض، اصطدموا ببعضهم بعضا، كانت كارثة. نقل الجواسيس أن الفوز على لاعبي الأوروغواي سهل للغاية، وأنهم فريق متواضع لن يفوز على أحد. الأوروغواي سحقت يوغوسلافيا بسبعة أهداف للا شيء، وبلغت النهائية هنا أمام سويسرا مذهلة أوروبا بلعبتها التي تعتمد على المهارات والتمريرات القصيرة.